ويمكن هلا انت كنت لسه راجع من الاولمبياد بقى، يعني على طول كده يلا هوبا على طول مره واحده ارجع يا باشا خش على التمرين. خدت فيه فتره قد ايه؟ انا عشان هناك ما كنتش لعبت، يعني كنت اتمرن كل يوم هناك، بس اول لما رجعت يعني ريحت يوم السفر، بس عشان السفر مرهق رجوع طبعا، اليابان يعني كان ترانزيت حتى طويل قوي، طويل طبعا طبعا. فريحت يوميها وبعدين بدات اليوم اللي بعديها يعني عشان خدت يوم واحد بس بعد الرجوع من طوكيو؟ عشان كمان بزهق يعني. طبعا طبعا اكيد. وانت اكيد لا بس اول لما رجعت من طوكيو قعدت رحت يومين ساحل. كتير كتير. يومين ازاي؟ يومين ازاي انا كابتن كنت اشرف فاضل نسيتهم يومين؟ يا دوب لحقت. ما خلي بالك برضو انت عشان تعمل انجاز زي ده او تبقى بالليفل ده تضحيات كتيره جدا. مفيش خروج، مفيش مروح، مفيش مجي، حارم نفسك من كل شيء، مركز في لعبتك عشان تبقى كده. طب قولي لي يعني، يعني في الاولمبياد، خلينا برضو نتكلم عن الاولمبياد، ايه اطرف حاجه حصلت او اكتر حاجه تفتكريها مهما عشتي يعني هتفضلي فاكراها اللي حصل في طوكيو؟ هو طبعا يعني هناك الماتشات كانت كلها ممتعة جدا، وكنت على طول ببقى عايزة اروح اتفرج على الماتشات، يعني كنت بفضل طول اليوم في الصالة اتمرن مثلا واتفرج على الماتشات السيمي فاينل او حتى الماتشات اللي هي بتبقى من دور 32، كل الماتشات جامدة، كل اللعيبة جامدة، فكان يعني حلو قوي يعني. وكمان بالذات بقى الفاينل بتاع الرجال كان ماتش خطير قوي يعني، اتعلمت منه حاجات كتير فعلا. قوي. كان يعني وتابعتي ورحتي وبتاع. طب انتوا كنتوا قاعدين في القريه الاولمبيه صح؟ كان من القريه الاولمبيه للملعب او للصاله اللي فيها الماتشات كان كتير يعني مسافه ولا ساعة، ساعه؟ يا خبر عشان ابيض. كده كنت بروح بقى مرة واقضي اليوم كله. ما هتعملي بس كان اكيد في زهق برضو يعني، اكيد كنتوا بتزهقوا، ما فيش حاجه بتعملوها يعني؟ خالص يعني انا ما كنتش بزهق، ليه؟ اقعد اتفرج على الماتشات، اتمرن تروحيها شوية. تقعدي مع ده تتكلمي مع ده بتعدي الدنيا. بس خلي بالك الالعاب الاولمبيه بتبقى فرصه ان انتوا تقربوا من بعض. يمكن مروه كمان ومريم كان عندهم فرصه يروحوا، بس ان شاء الله تروحوا، انتوا لسه سنكم صغير ان شاء الله. وممكن الاولمبيات اللي جايه، خلي بالكم الاولمبيات اللي جايه هنغمض ونفتح ليها جد. وساره كمان نفس الكلام، يعني بتهيألي انتوا تقدروا كلكم تشاركوا، خلاص مستقبل ليكم خاصه سنكم ان شاء صغير. الله ان شاء الله. والاولمبياد جايه يعني كام، 2024؟ 3 سنين. ما عندناش وقت نضيعه يعني، حتى لما ما حلفوش الحظ ان يبقى موجود زيكم وكنتوا انتوا يعني قريبين جدا تروحوا، مفيش مشكله خالص، لسه في امل تاني وتالت ورابع. يعني سيد لاشين ما شاء الله 13 لقب، وعمر نجح في، يعني عمر عسل انت طبعا اكيد شفته طبعا فرحته بالانجاز اللي عمله. طبعا شفت الماتش بتاعه؟ شفت الماتش بتاعه في ملعب؟ احنا المشكله بقى يوميها كان حصل حاجه ان كانش فيه بصات في الوقت ده، فاحنا كلنا بقى قعدنا ومنتخب مصر كله يعني من كل الالعاب، هاندبول وكل الالعاب كله بقى، هاندبول وكل الفرق المشاركه قعدوا يتفرجوا على الماتش قعدوا بتاعه يتفرجوا على الماتش مع بتاع عمر بطل بقى، الصين. وكله كان بالذات كان ماتش التمانية مع تشاينيز تايبي ده كان موترنا كلنا قوي عشان كنا نفسنا لانك لو ما يكسب. كانش قبله في دور الثمانيه كان ممكن يعمل حاجه، تصدقي بس يعني؟ لا بس هو كسبه، ايوه كسب انا بتكلم الماتش على ده. بطل الصين. لو بطل الصين خسر على لا الاربعه يعني بالظبط، بطل الصين لو ما كانش في سكتنا كان كنا عمر نقدر، كان ممكن كان ممكن ان شاء يوصل الله. للميداليه. بس طبعا ده نصب، بس اللي عمله ده انجاز كبير، الدوله نفسها طبعا كرمته، الدكتور اشرف صبحي كرمه، لان مش بس الميداليه الناس بتحس بيها، بتحس بالمجهود يعني. ايوه طبعا خلي بالك.